رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين في حلقة نص كلمة. النهاردة حلقتنا عن الخلع. معانا فضيلة الشيخ مسعد الشايب والمحامي سيد إبراهيم شاهين. أهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك يا فضيلة الشيخ. أهلا بك يا أستاذ سيد. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا احنا عارفين ان الطلاق كستر كتير بقى كتير جدا جدا في مصر، بقى 250 حالة تقريبا يوميا. دي الإحصائية الأخيرة مش أنا اللي بقول. 250 حالة تقريبا يوميا. فأنا عايزة يا فضيلة الشيخ في الأول نعرف إيه هو الخلع. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله وأحييكم مرة أخرى يعني على اختيار هذا الموضوع الشائك الذي يخص الأسرة والمجتمع المصري ككل. الخلع اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة هو يعني في اللغة الإزالة. الخلع في اللغة الإزالة، خلعت الثوب، أزلت الثوب أو نزعت الإيه؟ الثوب، يبقى الإزالة والنزع. إنما في الشرع أو الاصطلاح هو طلب من الزوجة، طلب بحل قيد الزوجية، بحل العلاقة بينها وبين زوجها بلفظ الخلع على عوض على مقابل تلتزم به المرأة. أداء الخلع أو تعريف الخلع في الشرع إن المرأة بتطلب حل قيد الزوجية، حل العلاقة التي بينها وبين زوجها بلفظ الخلع مقابل عوض، مقابل شيء مالي أو أي شيء يتفقوا عليه مقابل عوض تلتزم به الإيه؟ المرأة. ده تعريف الخلع. تمام. عايزين بقى نعرف من حضرتك الفرق ما بين الطلاق والخلع من الناحية القانونية. طيب، هو في البداية بس هو القانون عندنا قانون الأحوال الشخصية، هو مستمد من الشريعة الإسلامية. فطبيعي الطلاق أو الخلع في الشريعة الإسلامية هو عندي برضو في القانون، عندي في قانون الأحوال الشخصية المصري. طيب الفرق عندي بيظهر في إيه؟ هو في البداية الاتنين بيتفقوا إن الاتنين بينهوا العلاقة الزوجية. الطلاق أو الخلع. طيب معلش بس واحدة. هنستأذنك فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا، وهنستنى مكالماتكم اللي على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه وموضوع حلقتنا عن الخلع. لسه برضو اول سؤال وهو الفرق ما بين الخلع والطلاق من ناحيه القانونيه. طيب زي ما قلنا ان خلاص ان احنا اتفقنا ان القانون عندنا قانون الاحوال الشخصيه في مصر هنا مستمد من الشريعه الاسلاميه. تمام. يبقى عندي انا يا فضيله الشيخ مسعد عرفنا الخلع، فخلاص هنتكلم على طول. الطلاق والخلع عندي بيتفقوا ان الاثنين ايه؟ بينهوا العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة. تمام. طب يختلفوا في ايه؟ نتكلم الاول ان في القانون عندنا عشان الزوجة تلجأ للقضاء ليها اما بالخلع واما للطلاق للضرر. لان الطلاق عموما يكون في ايد العصمة اللي هو في العرف عندنا في ايد الرجل. يبقى الزوجة ليها ايه؟ طلاق للضرر وليها معايا خلع. يبقى لما نيجي هنفرق بين الطلاق للضرر في المحاكم والايه؟ الخلع. لو هنفرق بينهم فالخلع عندي هو أسرع في الإجراءات عندي من الطلاق للضرر. ليه؟ الطلاق للضرر عندي بيحتاج لإثبات، عشان نثبت إن في ضرر واقع على الزوجة سواء مادي أو معنوي بياخد معايا وقت وشهود وجلسة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. إنما الخلع لا، بيكون في إجراءاته أسهل وأسرع. ده رقم واحد. رقم اتنين، عندي الخلع بيسقط معاه حقوق الزوجة. حقوق الزوجة اللي هي ايه؟ نفقتها بكل انواعها. هي ليها بتبقى ليها حقوق ثابته اصلا اللي هي القايمه والنفقه. القايمه ده شق جنائي ملوش علاقه باللي احنا فيه دلوقتي. القايمه ثابته ليها بكل الاحوال. تمام. الزوج بيرجع له الشيء الثابت ليه اللي هي إيه؟ مثلا الهدايا. لو الهدايا ثابته هترجع له. اكيد مش ثابته دي، خلاص كده راحت عليه. فالزوج هنا بيرجع له الشيء الثابت. احنا عندنا في القانون اي حاجه بتتم اثباتها بالكتابه. الثابت ليه ايه؟ مقدم الصداق بتاعه اللي هو برضو في اغلب الاحوال بيبقى 1 جنيه. بيتم الزوجه بتعلنه او بتنذره على يد محضر عندها في المحكمه وترجعه له. هو اللي حضرتك قصدك عليه اللي هو الفرق بين الطلاق بالضرر والخلع. بالظبط. صح كده؟ الطلاق بالضرر وخلع دي كده الفرق الزوجة. تمام. لان الزوجه ما فيهاش طلاق خالص غير طلاق للضرر وبيحكم به المحكمه مش من تلقاء نفسها. طيب. انما الزوج بيطلع من تلقاء نفسه. تمام كده؟ ده في حاله الطلاق العادي اللي هو بيبقى بره المحكمه اصلا. بالظبط. تمام. نرجع تاني، انا عندي الخلع لا يجوز فيه الاستئناف.
يعني ما ينفعش اطعن بالاستئناف عندي في الخلع. انما الطلاق للضرر يجوز للزوج الاستئناف ان يطعن بالاستئناف. لا، الضرر الواقع ده مش موجود، مش حقيقي. ينفي يعني، ينفي اللي هي الزوجه بتقوله مثلا. بالظبط. الضرر اللي هو ايه؟ الضرر بقى عندي الضرر انواع كتير. اي ضرر اقدر اثبته فهو ضرر، سواء مادي او معنوي. انا ممكن لو قدرت الزوجه تثبت ان واقع عليها ضرر معنوي، زي ان هو بيهنها، بيضربها، كلام ده كله، ان هو اصلا بيشرب اي مخدر او مسكر، فالكلام ده لو ثبتته صح فيجوز ليها انها تلجا للقضاء. طبعا بتثبته بشهود، شهود واي طريقه او اي وسيله من وسائل الاثبات. لو زوج اصابه عاهه مستديمه، يجوز ليها بعد سنه من العاهه انها تلجا للقضاء للضرر. لو الزوج ما بينفقش عليها، او اللي مسافر، او اللي مسافر سفر ما رجعش، لم 6 شهور اكتر، او الغائب اللي قعد سنين مش معروف. يعني لو حد بيسافر كتير جدا مثلا، وهي بيقول لك 6 شهور، لو هو غاب 6 شهور اكتر من 6 شهور، هي في ايدها ان هي لا مش في ايدها، هو ممكن لو غاب عنها شهرين 3 4 سنه سنتين 3 مش هيفرق، انا ما عنديش مده القضاء حددها. لا، هو لو غاب عنها فتره طويله يجوز ليها ان هي تلجا للقضاء بخشيه ان هي لا تكون حدود الله هنا، هي خايفه على نفسها. في الدين من الناحيه الدينيه. ايوه من الناحيه الدينيه. واحنا يعني نقدر نستانس بآية الإيلاء في سوره البقره: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. للذين يؤلون، الإيلاء اللي هو الحلف على هجر الزوجه الا يقربها ولا يعطيها حقها الايه الشرعي. فالشرع حدد 4 شهور، اما ان يعود الزوج الى المعاشره، واما ان ايه، واما ان يطلقها. ولذلك احنا بنستانس من الشرع مده ترك الزوجه لو زالت عن 4 أشهر وتتضرر منه الزوجه، يجوز لها في الشرع انها ترفع وتطلب طلاق للايه للضرر. حتى في قصه معروفه لما كان سيدنا عمر بن الخطاب يمر بطرقات المدينه وسمع امراه تشتكي حالها وبتكلم نفسها، وكان من معنى الكلام اللي قالته انها لولا مخافه الله عز وجل لاتت بعشيق او بحبيب وزلزل جوانب هذا السرير. فلما سيدنا عمر بن الخطاب سمع هذا الكلام سال، فعرف ان الصحابه او السلف الصالح كانوا يغيبون في الغزو مده طويله عن زوجتهم، فامر سيدنا عمر الا يغيب رجل عن زوجته اكثر من 4 أشهر. تمام. طيب انا عايزه حكم الخلع قانونيا ثم حكمه في الشرع. هو الخلع والطلاق عموما هو جائز في القانون وفي الشرع، احنا قلنا ان القانون مستمد من الشرائع الاسلاميه وثابت ذلك بالكتاب والسنه، وبل ونص القانون عندنا، خصوصا القانون رقم 1 لسنه 2000 هو بدا يذكر الخلع نص عليه. سنه 2000 اللي هو قانون نص صريح بالخلع، قانون رقم 1 لسنه 2000. طب بس برضه يا استاذ سيد، في يعني سيدات بتطلب خلع على حاجات يعني تافهه. معلش انا اسفه ان انا اقول كده، بس هي بتبقى تافهه وبيوت بتتهدم بسبب كده، ده ايه الحل فيها؟ هو الخلع زي ما قال الاستاذ سيد جائز بنص الكتاب وبنص السنه. بنص الكتاب: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم، كلام الأزواج، أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الإيه الظالمون. هذه الدليل القرآني على مشروعية الخلع. الدليل من السنة أن امرأة سيدنا ثابت بن قيس، السيدة حبيبة بنت سهل أو بنت سهيل، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إني لا أعيب على ثابت في دين ولا في خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سألها وقال: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا ثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. هنا نرجع بقى لسؤال الأستاذة تاني ونقول: هل الزوجة أو الخلع جائز بسبب وبغير سبب ولا لا؟ طبعا الخلع في المقام الأول جائز بالأسباب، والفقهاء اتفقوا على إباحته إذا كان وراءه أسباب. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سألها ايه السبب؟ قالت: لا عيب عليه في دين ولا في خلق، ولكنها كانت تخاف الا تقيم شرع الله ايه معه.
طيب القضية الثانية، هل يجوز للمرأة أن تختلع بدون أسباب تؤدي إلى طلب الخلع من زوجها؟ اختلف العلماء ما بين مبيح لذلك، فريق من العلماء أباحوه، وفريق من العلماء كرهوا ذلك وقالوا إن ذلك مكروه، وده الرأي الراجح، أن طلب المرأة الخلع من زوجها بدون أسباب قوية لطلب هذا الخلع هذا مكروه في الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة اختلعت، يعني طلبت الخلع، أيما امرأة اختلعت من زوجها في غير ما بأس، يعني في غير سبب، بتبل عليه، بتفتري عليه، عاوزة تخلع، عاوزة تفك، فلم ترح رائحة الجنة، لم تشم رائحة الجنة، هيكون ليها حساب، يعني حساب طبعا. تاني الحديث هو تاني عشان السادة المشاهدين، أيما امرأة فضل. ما ممكن تكون مش مرتاحة، ودوت مش سبب كافي، ده سبب جميل، ما الأسباب كتير زي ما الأستاذ السيد أشار، يعني مش مرتاحة في العشرة، لا ينفق، هو دميم وهي جميلة، يشرب مخدرات، حاجات كتير. أيما امرأة اختلعت من زوجها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أو لم تشم رائحة الإيه؟ الجنة. طيب إمتى تلجأ الزوجة للخلع؟ عند وقوع الأضرار عليها، عند وقوع الأضرار عليها. وبعدين بقى كمان، يعني برضو أنا عاوز أقول برضو في نقطة برضو، يعني برضو بعد أن نستنفذ جميع وسائل الإصلاح، يعني ما نخبطش على باب ما نخبطش على أبواب المحاكم مرة واحدة كده، في وسائل الإصلاح وفي وسائل إن تخلي مسار الزوجية في المسار الصحيح، لابد أن نستنفذها أولا، ولابد أن نطرقها أولا، يعني هي تحاول أولا من نفسها أن تصلح هذا الزوج، وأن تذكره بالله وبخشية الله، وأن يتقي الله. هي فيها. أصلا اللي عايزة تخلع هتقول له ماشي ماشي هترجعها إزاي، وبعد كده في يعني ممكن يتصالحوا بعدين، يعني احنا مش عاوزين نحمل الآيات اللي في سورة النساء على الرجال وحاسب، لا برضو نقلب الآية على النساء برضو، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. لين لازم دي نحملها على الراجل بس، أقدر الست يعني تشتكي، يعني أقدر الست يعني تشتكي، من دخل برضو أهل الخير وأهل الإيمان وأهل الدين، ونحاول نصلح. استنفذنا هذه الطرق، استنفذنا هذه الوسائل، ما فيش نتيجة، ما فيش إصلاح، ركب دماغه، بعد ذلك لا حرج عليها شرعا أن تلجأ إلى أبواب المحاكم وتطرق أبواب المحاكم لتفتدي نفسها من هذا الإيه؟ من هذا الزوج السيء. تمام. طيب دلوقتي أستاذ سيد، خلاص وصلنا لنهاية المرحلة إنها خلاص هي هتروح المحكمة. حلو. ويتحكم لها بالخلع. دلوقتي حضانة الأطفال بتمشي إزاي؟ طيب. ما بين الأب والأم طبعًا. زي برضو ما فضيلة الشيخ مسعد قال إن نحاول نصلح بينهم، المحاكم برضو مش من أول يوم تعالى هنخلع مع بعض، لا. المحاكم عندنا مكاتب تسوية. مكاتب السعودية بتحل النزاع ودي، تبعت للزوج وللزوجة تعالوا، تحاول معاهم ان هي تحل بينهم ودي خلال اسبوع او اسبوعين، يعني من هي كمان بتحاول ان هي تحل المحكمة معاهم بتحل ودي اللي هم كانوا بيعملوه يعني قبل الخلع ولا بعد الخلع؟ قبل الخلع. قبل الخلع. يعني مجرد ما الزوجة توصل للمحكمة وتقيم الدعوة، ما ينفعش تقيم الدعوة الا ما تخش مكتب التسوية. مكتب التسوية بيبعت للزوج خلال اسبوع او اسبوعين من يوم ما الزوجة راحت المحكمة يحاول يحل معاه. ممكن الزوج يروح وممكن ما يروحش. لو الزوج راح ورفض الحل يحلوها للمحكمة على طول، ما راحش برضو بيحلوها للمحكمة. نخش المحكمة، المحكمة برضو مش من أول جلسة تفرق بينهم، القاضي نفسه بيعرض الصلح تاني. تمام. لو استحالت بقى الحياة بينهم القاضي بيحكم بالخلع. تمام. أو بالطلاق للضرر، لو في حالة طلاق لليه؟ للضرر. تمام. طيب الأطفال بقى، الأطفال بقى عندنا احنا هنا في القانون بنفرق بين الذكر والأنثى، بين الطفل ومن البنت. طيب. حضانة الطفل عموما بتكون عموما للأم الحضانة الاثنين بالظبط. طيب. بس أنا عندي بفرق بين الطفل والبنت إيه؟ حضانة الطفل لحد سن 15 سنة بس. بعد سن 15 سنة بيتعرض على الطفل نفسه تروح لوالدك ولا لوالدتك، بيبقى مخير يعني بالظبط. طيب بالنسبة للبنت والولد، الولد ولا الولد؟ البنت لحد الجواز سن الزفاف. تمام. طيب. طيب لو حالة إن الأم نفسها تزوجت، تنتقل الحضانة من الأم لأم الأم. تمام. اللي هي سته من امه. تمام. طيب مش موجوده، ام الام الام. تمام. مش موجوده، تنتقل لام الاب. كل حالات الحضانه تنتقل للاب. تمام. في النهايه بقى خالص، يعتبر في النهايه حل. او تنتقل عندنا بقى الرؤيه بقى. تمام. الرؤيه دي حاجه تانية خالص. الرؤيه اللي هو دلوقتي انا ايوه الرؤيه بتاعه الاطفال عن للام.
بنعمل حاجه اسمها رؤيه. طب بس بعد اذنك بس اتفضلي. معانا تليفون من دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي. الو الو دكتور جمال حضرتك معانا؟ طيب هناخد فاصل ونرجع لكم تاني. التليفون اللي فصل ماشي. طيب حضرتك كمل، عايزين برضو نعرف رؤية الأطفال بتختلف بقى. الرؤية بتاعت الأطفال، بيجي الزوج بيقيم دعوة للرؤية انه عايز يشوف ولاده. طيب. فبيتحكم له ان هو يشوف ولاده مرة كل اسبوع او اسبوعين حسب المسافة اللي بينهم من بعض. طيب. وبيتم تحديد مكان، فاغلب الاحيان بيبقى مركز شباب او مكان عام. طيب. بيشوف اولاده في اليوم ده. هنا لو الزوجة امتنعت ان هي تمكنه من رؤية اولاده مرة وسبت ده والتانية وسبت ده والتالتة وسبت ده، ينتزع منها حق الحضانة. الحضانة. طيب. بس مش تنتقل ليه، لا لام يعني امها أمها. طيب. الام ام الزوجة يعني. تمام. طيب. او اللي عليها الدور اللي هي ام. طيب الأم. معلش دكتور جمال رجع لنا تاني. اهلا دكتور جمال. الو الو ازي حضرتك؟ عندهم مشكلة في الو الصوت، عندهم وقت تعبان. حضرتك سامعني دكتور جمال؟ حضرتك على الهوا. شكل دكتور جمال عنده مشكلة. الو الخط قطع تاني معلش. عليهم. طب عايزين نعرف هي الرؤية دي بتختلف من الخلع والطلاق ولا هي واحد؟ لا هي رؤية حق ثابت. حق ثابت سواء في خلع او في طلاق. طيب تمام. عايزين برضو نعرف نسبة الطلاق دلوقتي او الخلع عالية جدا. تمام. دلوقتي يعني وصلت لكام يعني؟ حوالي 15 مليون. 15 هو مليون. عموما نسبة الخلع عموما طالما رجعت للمحكمة فيبقى الخلع، عشان قلنا عشان هو اسرع في الاجراءات. طب ليه وصلنا للخلع؟ هو ده بياخد قد ايه وده بياخد قد ايه؟ حسب الحاله اللي احنا فيها. يعني مثلا انا كنت في انتخابات الفتره اللي فاتت، فطبيعي ان انا بتاجل القضيه وتاجل اسبوع واثنين وشهر وشهرين عشان خاطر كان في انتخابات. فمالهوش مده معينه، بس اقلها من 4 لـ6 شهور، لا اقل مده. ده بالنسبه للخلع. تمام. لو الطلاق بالضرر؟ الطلاق بالضرر لا، هيوصل ممكن سنه وسنه ونص. ياه لما نسبه مشكله. بس لو كان يوصل 5 سنين تقريبا. طبعا بيبقى لها نفقه والكلام ده كله، مفيش اي مشكله لو معاها اولاد او مش معاها. نفقه ليها ونفقه للصغار ونفقه ومسكن وكل حاجه موجوده، هو كلها بتاخدها باثر رجعي كمان. طب ايه راي حضرتك برضو في اللي هم حديث السن اللي بقت زادت يعني بطريقه فظيعه، كله بيتطلق على سن ال 20 ل 34 او 35 تقريبا؟ عندنا دراسه بتقول ان اكبر نسبه طلاق للمتزوجين من سن ال 20 لل 33 او ال 35. والخلع كمان يا استاذ. والخلع طبعا. الخلع ليه؟ اسف ان هنتكلم شويه، ان المروءه نفسها بقت عندنا بقت قليله. الراجل دلوقتي عايز ان ياكل حق مراته. نسي الفضل اللي بينهم من بعض. صح. نسي العشره اللي بينهم من بعض. نسي ان هو دخل البيت وطلبها من ايد اهلها وخدها عنده. صح. فطبيعي. صح. بقى عايز ياكل حقها دلوقتي، فيعمل ايه؟ هيبدا ان هو يسيبها لغايه لما زي ما بيقول تخبط راسها في الحيط. وده بنسمعه. تمام. خليها تلف في المحاكم وهجيب محامي واثنين ويلفوا ويسيبها تلف عشان ينهي كل حقوقها الزوجيه. ده رقم واحد، ان المراه عندها بقت ضعيفه. رقم اتنين، انا ممكن اشوف البنت نفسها بقى. لو هنبص للبنت نفسها عندنا زي ما حضرتك قلت لي من شويه، ان بقت اي بنت تجري على المحكمه انا عايزه خلع 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 خلع. ايوه على اتفه الاسباب. على اتفه الايه؟ الاسباب. يبقى نرجع لقبل البنت، اهل البنت. التربية نفسها بالظبط. الأسرة ده عامل رقم واحد فأكتر من حاجة. الأسرة في اختيار الزوج كانت فين؟ إن الزوج ده هيقدر إن هو يريح بنتي ولا لأ؟ في اختيار الزوج اللي هو بقى أنا عايز بنتي تتجوز وخلاص، مين مش فارق معايا، أصل قطر الجواز هيفوتها. لأ، القطر يفوت ويمشي ويغور في داهية لو هيوديني في مكان مش بتاعي. لا هيوديني على العلاقة مش صح، لازم العلاقة تكون مبنية على احترام. طب معانا تليفون محمود من بورسعيد، أهلا بيك. محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. بقول لحضرتك كان عندي مشكله بالنسبه لاخويا. سامعني حضرتك؟ ايوه سامعينك. مرات اخويا يعني كانت موجوده وجوزت وبتاع وكلام من ده، وبعد كده هو اتغابت مثلا في غرفه 6 شهور. ممكن توضح صوتك شويه عليه شويه؟ بقول لحضرتك ايوه مرات اخويا غبت 6 شهور، يعني غبت من جوزها 6 شهور. ايوه تمام. وبعدين طبعا احنا سألنا الناس عليها والناس الجيران والحبايب وكده ومفيش فايده انها تيجي، وبعدين الاخر جت قعدت ليلتين اثنين وخد بعضها ومشي الثاني. تمام. فاخدت بال حضرتك؟ ايوه. دلوقتي مش عارفين نوصل مع الحل ده.
لا قضيه ولا حكم ولا اي حاجه، ولا عارفين نوصل مع والدتها باي شكل. فانا عايزين بس نسال بس الاستاذ المحامي ايه الراي في الموضوع ده، والشيخ برضه يرد علينا يقول لنا مثلا نتصرف معاها ازاي. تمام. طيب نتكلم. شكرا ليك. اتفضل. غضبت 6 شهور، ده رقم 1. تمام. رقم 2 مش نافع معاها حل. أوه. رقم 3 اتكلم على والدتها. طيب يبقى انا الوم عليه هو الاول لما جه خبط على باب، خبط على باب مين؟ ما اختارش كويس. رقم 2 هي غضبت، الحل القانوني ايه؟ انا بطلبها في بيت الطاعه. بس على فكره مش يعني مش دايما الاهل برضو بيبقوا، ما لسه هنتكلم في النقطه ديت. انا عندي المشاكل الزوجيه بين 4، بين اهل الزوج، اهل الزوجه، الزوجه، الزوج، وهنتكلم في الاربعه دلوقتي وكل واحد. بس هو في الاول وفي الاخر برضو يعني نصيب، والزوج بيروح يتقدم للزوجه حتى لو الاهل مش كويسين، بيبقى الزوجه كويسه. طبيعي. مش شرط ان هي تاخد بذنب اهلها مثلا. ادوار الاهل بيأثروا اصلا على الزوجه نفسها. ماشي، هو ممكن ان هم يتدخلوا في مشاكل الكلام ده اللي هو طبيعي، بس انا بتكلم لو ما تدخلوش من اول مره ان هم يوعوا بنتهم ما ينفعش. صح. نرجع بس للسائل وبعد كده نتكلم ونتناقش ونكمل حلقتنا. السائل بيتكلم انا دلوقتي اعمل ايه كقانون؟ كقانون اطلبها في بيت الطاعه، ولو ما جاتليش في بيت الطاعه فتبقى ناشز، وهنا بقى حقوقها هتروح عليها. فده الحل القانوني ليها، بس افضل حاولوا تحلوا تاني ودي. تمام. يعني حاولوا تاني. اه طبعا. تمام. قبل ما ناخد راي الشيخ معانا ام ملك من مطروح، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضلي. عندي سؤال معلش. اتفضلي. هي مرات جوزي رافعه قضيه طلاق على جوزي بقسيم الطلاق من قبل كده، يعني من فتره، هي معاها 3 عيال. وهي انا لما يوم ما خدته كانت هي متطلقه منه، ودلوقتي رفع عليه قضيه طلاق بقسيم الطلاق قديمه نفع، يعني مقابل ان هو يطلقني. يعني هتتقبل الدعوه بتاعتها ولا ايه؟ بروحها بس عشان كل حاجه بيصرف عليها ومتجوزها يعني دلوقتي هم راجعين. يعني هو ردها، هو ردها دلوقتي. راجعين بس عن طريق محامي، يعني مش عن طريق مأذون. اذا ردها برضه في النهايه، هي دلوقتي على ذمته. على ذمته، بس رفع عليه قضيه طلاق بقسيم الطلاق قديمه. مش العزيمه دي بتاعتها يعني؟ لا، هي رافعه قضيه نفقه. هي متطلقه 3 مرات. قضيه قسيمه ولا نفقه؟ لا لا، هي متطلقه 3 مرات. قضيه نفقه هي دلوقتي. قضيه نفقه. بس يعني حضرتك ايه بالظبط؟ يعني حضرتك بتستفسري عن ايه؟ يعني ترفع بقى بقسيمه سليمه يعني مضروبه؟ هي مش قضيتنا. ايوه، هي مش قضيتنا. احنا عايزين سؤال حضرتك بتستفسري عن ايه؟ بس هي دلوقتي متجوزاه ورفع عليه قضيه نفقه. متجوزاه ولا متجوزه غيره؟ لان المفروض طلقت 3 مرات. هو دلوقتي بيصرف عليها وموجود معاها يعني. حلو، انت قايله لنا دلوقتي ان هو طلقها 3 مرات. طب رجعت له ازاي؟ ما بتقول لك رجعت له بمحامي. رجعت له لما اتجوزني. سؤال حضرتك، سؤال حضرتك ايه المطلوب؟ يعني هتتقبل الدعوه بتاعتها؟ هي اصلا مش مراته. نعم، هي لو هي مطلقه 3 مرات فهي مش مراته، لازم محلل ثم يتجوزها تاني. بص يا بعد اذنكم. لا، اتجوزت بعد منه بعد الطلاق. فهمنا كده، فهمنا. لا، هي لو هي يعني لو هي ليها حق هتاخده، سواء بقى قايمه قديمه. بتتكلم على القايمه القديمه دي بتاعت الجواز، جوازتها برضو من نفس الشخص. هي عايزه تعرف قضيه النفقه. بس دلوقتي هي متجوزاه يعني راجعه. انت عايزه تعرفي النفقه صح؟ حلو، هي هتطلب منه في النفقه، سواء عليها طالما على ذمته او لاطفالها. تمام، شكرا. شكرا. كنا عايزين برضو حضرتك المكالمه الاولى بتاعت محمود، الاخ بتاع الاستاذ بورسعيد. هو انا نصيحتي يعني تخلصوا من هذه الزوجه. نصيحتي شخصيا، تخلصوا من هذه الزوجه. طب زوجه تقعد تغضب في بيتها 6 شهور، في بيت ابيها 6 شهور كتير. وترجع بعد 6 شهور تقعد ليلتين بس وبعدين تغضب تاني. احنا بنقول لها يا ريت تكون سامعاني. يقول لها يا بنت الحلال، الزوجه المحترمه، الست المحترمه اللي بتقعد في بيت زوجها. صح. وما تجريش على بيت ابيها كل فتره، كل شويه. اخر حاجه تبقى فديت 6 شهور. صح. ورجعت قعدت 2 يومين وبقيت مشيت تاني. بقول لك يا عم الحاج، نصيحتي انا كراجل دين بقى وعالم شرعي، تخلصوا من هذه الزوجه بطريقة ما. خليكم مع راجل محامي زي الأستاذ سيد يقول لكم الطريقة الأسهل عشان ما تغربوش كتير. احنا سمعنا منه، الله أعلم بالحقيقة. على حسب قوله طبعًا. أيوه. احنا الفتوى على حسب قول. طب ما ممكن هي مش عايزة ترجع علشان مثلًا هو في مشاكل مع أهله وهو مش عارف يحلها. الحاج محمود بيقول لك إن دخلوا. أيوه.
بقول لك دخلوا الناس في الاصلاح. ايوه دخلوا الناس في الاصلاح. الاصلاح اكيد الناس اللي بتصلح اكيد اطلعوا على الاشياء ديت. اكيد. وبعدين واجب على اللي يخش يصلح يزيل جميع اسباب الشقاق. وان ما قدروش في مشاكل بتبقى اكبر بكتير، زي مثلا مدمن بيضربها وهو ده طبعه، عصبي، بخيل، اصل البخل ده هو عمره ما يعرف يعالجه. فاهمني؟ يبقى نهايه العلاقه الزوجيه. والله احنا حضرتك احنا عندنا مبدا قراني عظيم جدا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير وخير لكم. مظبوط. يعني خلاص استحاله العشره واستحال الاصلاح ووصلنا لطرق مسدوده في كل شيء، يبقى خلاص كما قال ربنا وإن يتفرقا الزوج والزوجة يغني الله كلا من سعته. فاحنا عشان نريح نفسنا وهم على البر قبل ما يجيبوا أولاد وتغضب كل شوية وتروح، لا بعد كده تبقى الجناية بقى مش على الزوج والزوجة، تبقى الجناية بعد ذلك على الأطفال والعياذ بالله. تمام. طب لو في أطفال يبقى في فرصة تانية ولا برضو خلاص كده؟ طبعا لما يكون في أي مشكلة، لما بيكون فيها أطفال أي مشكلة بنتعرض لها، واحنا بنتعرض للأشياء دي كتير في مساجدنا الحمد لله، لما بيكون فيها أطفال بنحاول بقدر الإمكان نصلح، وبنأخر مرة واثنين وثلاثة وعشرة قضية الطلاق. استأذنك بس معانا أحمد من الغربية. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. طب ممكن أخد رأي الشيخ في حاجة سريعة؟ أيوة بس بسرعة بس عشان وقت الحلقة. اتفضل حضرتك. اتفضل. طيب ما حكم الدين يا فندم في إن مراتك بتاخد ما بتديلكش حقك الشرعي؟ اخوها امين شرطه وسجنني ان هو ماشي يعني بتعالهم، بتيجي تشتكي لهم يا فندم ماشي بينصروها عليك. ابوها قايل لي انا قايل لبنت تكلم كل واحد فيكم ازاي، لو انت ما بينك الزوج ما بينهم ما بين الزوجه مشوره، الراي ما بينهم مشوره ما بينهم، لو انتوا اتفقتوا على قرار خلاص يا فندم، حتى لو هو غلط صح اتخذ خلاص يا فندم. تروح خدنا القرار انا وهي ونروح وتروح عند امها تيجي تقول لك لا القرار غلط. ما حكم الدين؟ حقك الشرعي، حقك الشرعي يا فندم اللي انت بتشتكي اللي ربنا انزله ماشي، بتيجي تاخده ما بتاخدوش يا فندم، فين حقك؟ شكرا. حاضر ليك. عايزين بقى نعرف راي حضرتك. طبعا المراه التي تمتنع من فراش زوجها بغير عذر، خلي بالك من الكلام كويس وخاطب كل السيدات والزوجات، المرأة التي تمتنع من فراش زوجها بغير عذر، امرأة تلعنها الملائكة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، تبات والملائكة تلعنها. دي ده القضية الأولى. القضية الثانية والنقطة الثانية اللي نبه عليها، إن يجب على كل امرأة أن أعظم تفهم وتعلم ذلك وتعلم جيدا أن أعظم الناس حقا عليها بعد رسول الله عز وجل هو زوجها. صح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال صلى الله عليه وسلم زوجها. وسئل أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال إيه؟ أمه. فالزوج أعظم الناس حقا على المرأة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزوج للزوجة هو إما جنتها وإما نارها. بمعنى أنه يتسبب في دخولها الجنة أو يتسبب في دخولها النار. إزاي؟ إذا كانت تحسن معاملته، إذا كانت تطيعه، تحسن عشرته، ما بتعاملوش بالمعاملة السيئة كما سمعنا في سؤال السائل، بيكون كذلك سبب في دخولها الإيه؟ الجنة إن شاء الله. أما إذا كانت الأخرى والعياذ بالله تسيء المعاملة، تمتنع من فراشه، تسلط عليها أخو أمين الشرطة، تسلط مش عارف مين، فبيكون والعياذ بالله سبب في دخولها الايه؟ في دخولها النار يوم القيامه والعياذ بالله. ربنا يكفينا شر. تمام. عايزين برضو نعرف بسرعه كده ايه الاسباب لو الزوجه قالتها للمحكمه ترفض الطلاق او ترفض الخلع؟ ترفض الطلاق او ترفض الخلع ده وتقول ان السبب هزلي، بمعنى الزوجه رايحه تقول للمحكمه انا عايزه اتخلع منه، ليه؟ من غير اي اسباب. بس فضلت الشيخ قال ان الدين هو انا هنا كدين وكقانون لو في استحاله العشره اللي هو انا كرهها، كلمه كرهها لوحدها تقضي خلص، انا مش قادر اعيش معاه، يعني لازم يبقى في سبب حتى لو هي بتقول له بالظبط. هي رايحه ما فيش اي اسباب لمجرد ان كرهها. في قصه حلال بنت سهل، هو كانت على قدر من الجمال وهو كان قبيحا دميما قصيرا. تمام. يعني كما جاء في احدى الروايات، وفي روايه برضو انها جمعت كل ما عندها له، عشان بس بالنسبه لحته الهدايا الاستاذ كان بيتكلم فيها بيقول الثابت. أيوة. هو برضه كلامه صح. أيوة. لان النهارده الناس اصبحت تنكر الشيء اللي مش مكتوب، مش فيه اعتراف بيه. أيوة. انما لو الشرع بقى صح انها تدفع وترد اليه كل ايه؟ كل ما اداه عشان ما تتحاسبش بعد ودفعه كده. بس حته دي يعني هي وضميرها، هي وضميرها. الله يفتح عليكي. لو مش موجود اصلا.
طيب برضو عايزين نعرف التجنب بقى من الخلع والطلاق. كيف نتجنب الخلع وكيف نتجنب الطلاق؟ والله هي المسؤولية مشتركة، خلي بال حضرتك. مظبوط. بين بسرعة معلش عشان وقت الحلقة. حاضر بسرعة. مسؤولية مشتركة بين أولا أولياء الزوجة وأولياء الزوج، يعني أهل الزوجة وأهل الزوج. في أحيان كثيرة بيكون أهل الزوجة وأهل الزوج هم السبب في الخلع وفي الطلاق كتير. النسبة الأكبر، النسبة الأكبر. وبرضو مش عايزين نظلم أحيانا برضو الزوج. أنا عاوز أخاطب الأزواج وأقول لهم الزوج ينبغي أن يكون في المقام الأعلى من التحمل والصبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة لا يبغض زوج زوجته. هو الموضوع كبير وعايز حلقات كبير. يا ريت. إن شاء الله يبقى لنا لقاء تاني، وعشان النهاردة خلصت حلقتنا. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا مع فضيلة الشيخ والمحامي. إن شاء الله تلتقونا في حلقة جديدة.